الصوت الجبلي والأداء البدوي، يعني صباح وسميرة توفيق، فأين نجوى في أن تجمع بين هذه الصفات الأدائية؟ أنا بشكرك أول شيء عم تشبهيني بمطربات كبار. تعبت تكون نجوى كرم، بفضل كفي نجوى كرم مهما غنيت بصوتي. بيهمني أنه عم تجمعني بالناس قضايا مواضيع جديدة، بتمنى أنها تكون جديدة، من كلام من لحن. بحب أختار الشيء اللي بيقدر دايما بيجمعني أنا والناس بطريقة جديدة. ما بحب كرر حالي معهم، لأنه بطبعي ما بحب الروتين، بحب التجديد. والفنان لازم يفتش دايما على الأشياء الجديدة بكل شيء، بمظهره بأغاني، بس طبعا دايما في هوية معينة لازم يضل محافظ عليها، ما يخسرها ما يخسر نفسه. في ناس مع الأغنية الطويلة وفي ناس مع الأغنية القصيرة، فأنت بأي اتجاه؟ أنا مع الأغنية الجيدة. لا أؤمن أنه بالحياة في أغنية طويلة وأغنية قصيرة، في أغنية جيدة وأغنية دون المستوى. شو نفع إذا كانت أغنية طويلة يعني نعتبرها طربية مثلا، وما فيها لا موضوع ولا أداء سليم ولا جمل لحنية جميلة؟ وقديش حلو أغنية 7 دقايق أو 5 دقايق تسمعيها وتنبسطي فيها، تكون فيها مجموعة جمع 3 أشياء حلوة، يلي هي الصوت اللي يعني الأداء السليم والكلام الجيد واللحن الجميل. نجوى بتتمني دايما تكوني أمام المسرح الغنائي، بس لهلأ ما تحقق هذا الشيء، فليش؟ لأنه عندي عقدة المسرح الرحباني. طالما قدرت شوف عبر فيديو مسرحياتهم، لأنه ما قدرت حصل أنه أحضر بحياتي مسرحية للرحابني، بكل أسف يعني بأسف على هالشي. بخاف أني خد هالتجربة، لأنه حلمي المسرح الرحباني. بيترا مثلا بقدر أقول لك، فخر الدين، ناس من ورق، ناطورة المفاتيح، ما في مسرحية عملوها الرحابني إلا بتلاقي عم تعيشيها بكل عصر. مهما مشي الزمن بتلاقي ومهما قدمت المسرحية بتلاقيها معاصرة للزمن. فهيدا حلمي، بخوفني إني أكون بمسرحية فاشلة، بدها دراسة كثير خصوصا بهالأيام. الفيديو كليب تجربة أنت خضتيها، فباعتقادك إنه الفيديو كليب بيعمل على انتشار الأغنية العربية؟ ايه طبعا، الفيديو كليب صارت وسيلة مهمة بتحقق انتشار سريع للأغنية. بس بحب نوه هون انه ما بحياته الفيديو كليب ولا حدا يصدق انه ممكن يصنع أغنية ناجحة. ممكن يكون كليب ناجح لأغنية ناجحة، ممكن يكون كليب ناجح والأغنية فاشلة، بس بتضل هون نقدر نصنف ومنضل نبعد الأغنية عن الكليب، إلا في حال توفرت مقومات النجاح في اثنين سوا ببطلوا يفصلون عن بعضهم، أما بيفصلون وقت بيكون حدا منهم فاشل.